أحييكم في كل مكان سادتي المشاهدين، وحلقة جديدة من استوديو العاصمة لهذه الليلة نتحدث فيها عن جملة التحديات التي تواجه السوداني وطريقة العمل التي من المفترض أن تتحرك في ضوئها الحكومة، التي ما زال الحديث عن ضرورة أن تكون مختلفة من حيث الأداء والعطاء عن حكومات سابقة. ما يدور في الكواليس الآن أن السيد السوداني يتعرض إلى ضغط كبير من قبل قوى الإطار التنسيقي أو جزء من الإطار التنسيقي، يمارس ضغطا غير اعتيادي على السيد السوداني من أجل الحصول على نقاط معينة ومواقع معينة، وبالتالي هذا الأمر يعبر عن حالة انقسام داخل الإطار التنسيقي. في المقابل أيضا بقية القوى السياسية داخل تحالف إدارة الدولة، سواء كان ذلك الذي يمثل المكون الكردي أو حتى من يمثل المكون السني، لديه قناعات ولديه جملة من المطالب يبحث عن ضرورة تنفيذها قبل الشروع في الاستمرار في عملية الاستقرار السياسي الحالي. نتحدث في استوديو العاصمة لهذه الليلة، هل سيستمر هذا المشهد المستقر في العلن أم أن هناك أمور ربما ستظهر بشكل واضح في قادم الأيام تمهد الطريق للعودة إلى مرحلة الصراع والخلاف السياسي المعلن؟ وكيف سيتمكن السوداني من ترتيب أوراق المشهد السياسي رغم بداية العد التنازلي لإجراء انتخابات مجالس المحافظات؟ وهل سيتمكن من ضبط الإيقاع السياسي وإبعاده عن ملف الخدمات طالما الأمر مرتبط بمجالس المحافظات التي دائما ما تكون نقطة تحول في المشهد السياسي وفي المشهد الحكومي بشكل خاص؟ وحييكم وأناقش هذه الملفات مع ضيوفي هنا في الاستوديو على الحزب الديمقراطي الكردستاني الأستاذ نادي عبد الكريم، ورحب بجنابك أستاذ نادي كل الترحيب، والنائب السابق الأستاذ صلاح الخفاجي، ورحب بجنابك أستاذ صلاح كل الترحيب، وسيكون معنا عبر سكايب من لندن الأستاذ علاء الخطيب رئيس تحرير صحيفة المستقل، ورحب بجنابك كل الترحيب أستاذ علاء. ولأبدأ منكم أستاذ فلاح، هل يمكن أن نقول أن هذه الظروف المتوفرة الآن للسيد السوداني ستستمر أم أن قادم الأيام سيختلف من حيث الهدوء والاستقرار وتقديم الدعم للحكومة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وتحية لضيوفك الكرام وتحية لكل المشاهدين وتحية لكادر قناتكم الموقرة. حياك الله أستاذ. أنا أعتقد الأيام القادمة طبعا دائما القوة اللي تشكل الحكومة هذه واحد يباوع للثاني، هذا انطيته منصب أكثر، ذاك انطيته كذا، هذا انطيته وزير، هذا انطيته وكيل، هذا انطيته رئيس هيئة، تنافس هذا أكيد. فإذا صار أكو فرق فيما بيناتهم وأحد الأطراف يحس بأنه هو يعني بدأ يتحيد أو بدأ يركن أو ما أنطوا استحقاق اللي هو كان يتأمله، أعتقد تتغير الحالة، والحالة وخاصة إذا قربت الانتخابات والانتخابات القادمة. طبعا أكو موازنة وأكو استقرار اللي موجود بحكومة السوداني ما موجود بكل الحكومات من 2003 لحد هذه اللحظة. كل مقومات النجاح متوفرة، كل مقومات النجاح متوفرة 100%. إذن عليه أن ينجح، فلوس موجودة، استقرار سياسي موجود، وضع أمني جيد، ولو الوضع الدولي جيد، ولو أنا أعرف أنه بعض الدول لحد هذه اللحظة ما راضي عن أداء الحكومة يعني كدوليا كالمجتمع الدولي احنا نسميه ما راضي عن الحكومة؟ يعني بعده ما راضية 100% على أداء الحكومة أو على الحكومة أو على تشكيل الحكومة من الأساس. جيد. ومعروفة هاي الدول الكبرى. فبالتالي ولكن الآن يحظى بدعم عربي، دعم إقليمي، ودعم داخلي، وهدوء واستقرار سياسي رهيب جدا رهيب. لذلك يعني النجاح لابد وأن ينجح. جيد، هي الظروف نموذجية الآن أستاذ فلاح، الحكومة نموذجية؟ الحكومة شوف أنا ما قيم حكومة لا والله، اللي يقيمها الشارع، اللي تقيمها الخدمات، اللي تقيمها أدائها من حيث محاربة الفساد. جيد. أكو الآن أكو حركة على محاربة الفساد، ولكن لحد هذه اللحظة لم ترقى إلى المستوى المطلوب، لأنه الكاظمي لما شكل أمر الديواني وجاب فلان وجاب فلان واعتقل فلان ما بس بعدين ترك الموضوع. إحنا لحد هذه اللحظة
اكو بوادر حرب على الفساد، وبدا ضرب، يعني ضرب منابع وضرب، ولحد هذه اللحظه اقول افضل من اللي قبله لحد الان. هذا اللي موجود يحتاج لتصاعد بالوتيره، المفروض يصعد. تتوقع راح يستمر هذا الصعود واحنا عندنا انتخابات؟ انا اعتقد، شوفوا دائما اقول لو الكتل اللي شكلت الحكومه او الكتل السياسيه تطلق اليد لرئيس الوزراء وتقول له روح هسه احنا ليش مرات ما لنا حق نحاسب رئيس الوزراء؟ تدري ليش؟ ليش؟ لانه مكبل. منين ما يريد يتحرك قال له هذا هاي مالتي، ما هو من قبل ما يعرف هاي خطا. اي المهم هسه هو اجى اجى يفترض انه يتركوه وهو يجيب الحكومه، وحتى هاي الوزراء المفروض هو يجيب كابينه وزاريه ويشكل حكومه ونعطيه مجال سنه ونريد من عنده تغيير واقع وجذري موجود. هذا راح نتحدث به على اعتبار انه الكواليس والمصادر تقول ان هناك تعديل وزاري متوقع. ابدا الحديث مع حضرتك، ما اعتقد يصير تعديل وزاري، هسه نناقش هذه ايضا قصه التعديل الوزاري. استاذ مهدي، السيد السوداني يتعرض الى ضغوط من كل الاطراف السياسيه، شيعيا سنيا كرديا، هل يمارس الحزب الديمقراطي الكردستاني وبقيه القوى الكرديه ضغط على السيد السوداني؟ وهل هذا الضغط فيه استثمار لاقتراب موعد الانتخابات؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لجنابك سعد علي المحترم وإلى قناتك ومشاهديك وإلى أخي الأستاذ فلاح المحترم، حياك الله، وأستاذ علاء الخطيب المحترم، إلى مشاهديك الكرام. الضغوطات اللي تقول عليها حضرتك، أنه جنابك تعرف أنه قبل تشكيل إدارة الدولة أساسا، نعم، اللي شكل بعد عناء وبعد سنة من المشاحنات ووصلت إلى حرب أهلية لا سامح الله، تشكيل إدارة الدولة كل مكون حضرتك تعرف أنه كل مكون طرح ثوابته، من ثوابت الكرد، ثوابت السنة، ثوابت الأخ، حتى الشيعة الأخ الأكبر، تم طرح ذن الثوابت، تم الاتفاق عليها، وضمن المنهاج الحكومي للسيد بتشكيل الحكومة للسيد محمد الشاع السوداني، إن كان المكون الكردي معروفة ثوابت مالاته، المكون السن أيضا معروفة ثوابت اللي طرحها أو المطالب اللي يريدها من عند الشارع، فكل هاي الأمور تم الاتفاق عليها، وبدأ السيد السوداني حقيقة بتنفيذ هذه خطوة بعد خطوة، خاصة مع اللي المكون الكردي اللي عرفه جنابك أنه كان تمرير الموازنة، تشريع قانون النفط والغاز، واليوم أكو وفد ببغداد، مادة 140، إلى أن ما صارت اتفاقية النفطية اللي تم تسليم واردات النفط وواردات كل هاي للحكومة وللمركز على أساسه ترسل الموازنة. هاي واحدة من الثوابت اللي كانت موجودة في حال المكون السني أيضا عنده ثوابته، العفو العام، عودة النازحين، إضافة إلى بقية المطالب أو الثوابت اللي يحتاجوها هم كمكون اللي يشتركوا به باعتباره مكون ما حد يقدر يتغاضى عنه وحتى عن ثوابته وعن مطالبه. هو تم التوقيع على كل هذه النقاط وأصبحت وثيقة اتفاق سياسي. بالضبط، لهذا السبب اي اختلاف، انا يعني واحده من الثوابت اللي تم طرحها ايضا، يعني توزيع، من ذكر استاذ فلاح المحترم، هي انه توزيع المناصب، المشاركه في الحكم، المشاركه في القرار، التوازن اللي يكون، الشراكه اللي يكون بها، كل هاي توافق شراكه توازن، اذا تم اي بس ذني يصير بقناعه هاي وحده تقييم لو لا 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 ضغط يمارس ما زال على لا ما زال حتى يوزع هذه المواقع، ما زال تم اتفاق على هذه وحده من النقاط اللي وافقوا عليها الكل، اذا يجب ان يدعم بتنفيذ هذا. هنا أنا نقطة جدا مهمة وهي أنه الاختيار، يعني حتى حضرتك تعرف أنه من أراد تشكيل الحكومة خيره، اختار هو حوالي أربعة، ما أدري ثلاث شخصيات أو أربع شخصيات، هو اللي يختار، إذا صار هو صاحب القرار باختيار الشخصية اللي توالي من الوزارة، أيضا بقية المناصب والوكلاء والمدراء العامين والهيئات الخاصة، هناك برنامج أعتقد عد، وهناك لجنة لمتابعة هذا الأمر. في اي خلل لا سامح الله، هسه انا خل اكون انا اعتبر نفسي مكون الكردي، من اشوف عندي فد خلل صار في اتفاقيات اللي صارت وصارت عندنا بالموازنه وصارت هاي الاشكالات اللي شبتها جنابك. حضرتك كم تعرف احنا بالعراق عايشين، ما عايشين في 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 كوكب اخر. هناك من تنظر بمصالحه، شوف ما يوالم الامر، يقول لك يا مغرب خرب.
يأذي ويضرب ويحاول ما تصير الأمور على ما يريد السوداني. لهذا السبب أعتقد الضغوطات اللي يقولها حضرتك أنه من حق كل كتلة سياسية تم الاتفاق على الثوابت اللي موجودة عند ضمن المنهاج الحكومي. إذن هو يعمل الآن تحت الضغط لأنه هو مقيد باتفاق. هو شوف إذا كانت إذن الثوابت والمطالب ضمن الدستور فعليه أن ينفذها، أما خارج الدستور ما أعتقد موجود ولا أحد يقبل أنه يضغط عليه. هو الفهم للدستور يختلف. لا مو أكو ثوابت من كتلة لكتلة يا أستاذ مهدي. لا أستاذ علي، أكو ثوابت اللي الدستور اللي يقول لك عليه ما عندنا ثوابت. أكو خط أحمر. وين الخط أحمر؟ كتلة أكبر خلاص تم التجاوز عليها دستوريا، يعني تقدر ما عندنا. ها؟ ما عندنا ثوابت بالنسبة للدستور. بالدستور يعني شلون صوت عليه وشلون اكو نقاط لا اقصد في تنفيذ من المنظومه السياسيه ما موجود، ماكو تنفيذ. هاي هنا أنا تبقى كلمه على 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 ضميره اللي متفق ويا الكتل السياسيه. ثم راح الحين للضمير لوكو ضمير ما كان هذا وضعه. المصيبه اللي احنا مارين بها مع كل الناس. خليني كل من يركض على ليلى هذا اللي انا اقول. ابدا الحديث ايضا مع حضرتك استاذ علاء وارحب بجنابك واسالك عن الظروف التي يعمل بها السيد السوداني الآن، هل هي ظروف تتوفر فيها كل عوامل وعناصر النجاح أم أن ما تمارسه الكتل السياسية في الخفاء هو سلوك ضاغط على السوداني وبالتالي هذا السلوك سينعكس على سوء الأداء العام للحكومة؟ في البدء محبة لك أستاذ علي وتحية كبيرة للزملاء في الاستوديو عندك ولكل من في قناة سامراء. بالتأكيد أنا لا يمكن حقيقة أن نرسم صورة وردية لحركة السيد السوداني في ظل الحقيقة المناكفات السياسية وفي ظل العراك السياسي في الكتل داخل الكتل أساسا. لذلك يعني عملية السيد السوداني هي ليس أو طريق السيد السوداني ليس معبدا بالورود ولا هو سهل، لأنه شيعية وسنية سنية وكردية كردية، وبالتالي عليها صعب أن يظهر الطرف السوداني، لكن الحقيقة عناصر النجاح اللي حققها حتى في قضية الكهرباء الأخيرة، يعني حتى في هذه القضية لم تتعدى يومين أو ثلاثة وتمكن حقيقة هو يعلن بين الآونة والأخرى بأنه يسعى بشكل حثيث بتحسين مستوى المعيشة للمواطن العراقي، وهذا لربما هي رسائل اطمئنان. أنا أعتقد أن السيد السوداني يريد أن يكسب الشارع ولا يكسب القوى السياسية. هو يتحرك بهذه الطريقة، يتحرك بأنه يريد كسب الشارع على حساب الكتل السياسية المتناحرة. لهذا انا ما عندك يعني شارع ناقم على المنظومه يا استاذ علاء، على المنظومه. نعم بالكامل. نعم الشارع ناقم. لا الشارع ليس كل ناقم، يعني انا يمكن ان اقول لك انا كمتابع للشان العراقي يمكن ان اقول ان هناك رضا نسبي يزداد بين الفينه والاخرى وينحسر تاره اخرى حسب الخدمات اللي قدمها الحكومه. وبالتالي يعني احنا لو راقبنا الوضع قبل شهرين كانت مستوى او مناسيب الدعم ومناسيب حقيقه الرضا عن السيد السوداني كانت عاليه، لكن لما دخلنا بالشهر السابع وساءت احوال الخدمات بالتاكيد هنا انخفضت مناسيب الدعم ومناسيب حقيقه يعني الرضا عن السيد السوداني. هذا شيء يعني بسيط جدا لربما هو طبيعي في كل الحكومات، لكن الشارع ناقم. نعم هو الشارع اساسا يعني قبل السيد السوداني هو ناقم وقبل السيد الكاظم ناقم وقبل عبد الواحد، لانه حقيقه الاداء السياسي اداء محبط. خلونا نكون اكثر واقعيه، الاداء السياسي هو ليس بمستوى الطموح، يعني الشعب العراقي والعراقيون يستاهلون اكثر مما هو موجود الان من خدمات من صحه من تعليم من كذا. يعني احنا نركز على قضيه واحده وهي محاربه الفساد، وكانه الفساد فقط الاموال المنهوبه من الدوله. لتعال شوف الفساد في اماكن اخرى يا سيدي، وخلي احنا يعني حقيقه نفتح خارطه الفساد ونشوفه وين باي مكان. في كل مفاصل
موجود بكل مكان المجتمع في كل مفاصل المجتمع سواء كان في الصحة والتعليم وحقيقة في قضايا يعني القضايا الأمن والشرطة والمحاكم وإلى آخره. كثير من قضايا الفساد حقيقة تكتنف حركة الشارع العراقي، ولا أعتقد أن السيد السوداني قادر على السيطرة بهذه الطريقة اللي هي لم يمتلك عصا سحرية بأنه يتابع كل واحد موجود في هذه الدائرة أو تلك. ربما نجح في قضية معينة، يعني نسمع أنه استرجع سيارة كاديلاك وسيارة لكزس وخمسة مليون دولار، هذا ليس حقيقة بالشأن الكبير اللي يعني المهم الصور دكتور علاء، المهم الصور هذه ظاهرة التصوير. لا شوف احنا 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 شوف احنا يجب ان نكون احنا الان صناع رأي. الان احنا كمحللين كمتابعين ككتاب كمثقفين احنا صناع رأي للشارع، ولسنا محامين لهذه الشخصية او تلك، ولا نريد حقيقة صور. احنا شبعنا من الصور وشبعنا من المناظر والشو، عرفت وصورني وانا ما ادري وصورني وانا ادري ولا اخره من هذه الكلمات اللي هي تتداول حقيقة في مواقع التواصل. نريد عمل حقيقي. يعني المشكلة هنا مثلا على سبيل المثال، يعني هنا في النجف، محافظ النجف على سبيل المثال يعني يفتتح شارع ويسوي يعني فتح احتفال كبير جدا في افتتاح شارع معين. لا هذا ليس منجز، يعني حقيقة ليس منجز انه احنا نكون لا هو حتى الفريق اللي يعمل مع السيد السوداني يا دكتور على عدمه يتحدث عن عملية إكساء الشوارع في بغداد وحتى في باقي الأماكن، يقدم للناس على أنه منجز. لا 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 شوف هذا مو منجز. احنا تدري شنو وين المنجز؟ المنجز إذا تمكن السيد السوداني على سبيل المثال أن يقوم بمشاريع استراتيجية كبرى. هسه راح تسألني شنو المشاريع الاستراتيجية الكبرى؟ أولا إذا تمكن السيد السوداني من تحقيق استقرار في قضية الطاقة الكهربائية. تمام. مو احنا كل يوم هزة تمر يا نخلة وكل شهر سابع وكل شهر الثامن واحنا متعذبين والناس متعذبة وتعبانة ومناقشة مع الحكومة وتسب من سائق التاكسي حتى المسؤول، هي المشكلة حتى المسؤول يسب. فتعال شوف هذه القضية، هذا مشروع استراتيجي. يعني انا ادعو السيد السوداني على سبيل المثال ان يقوم بعمل كبير جدا بمثلا انشاء مطار لبغداد، هذا المطار المخزي اليوم اللي نشوفه في بغداد، هذا لا يصح ولا يصلح ان يكون لدوله مثل العراق. لا يمكن ان يكون يعني مطارنا بهذه الواجهه، واجهه بلدنا بهذه الصوره. جيد انا راح ارجع لك دكتور علاء، راح ارجع لك بهذه النقاط والمشاريع الاستراتيجية. يعني اسمح لي لما يروح السيد السوداني الى المطار وينهر مدير المطار، هذا ليس عمل حقيقة، ليس عمل جبار. ربما يصفق له البعض لانه احنا تعودنا على ان تكون الشخصية لا هو عنده مشكلة في شخصيته اللي يصفق لذلك الفعل الذي حصل في مطار بغداد. نعم اللي يصفق للمشهد اللي سواه السيد السوداني في مطار بغداد عنده مشكلة. أنا لا أصفق لهذه المشاهد، أنا أصفق للأعمال الاستراتيجية الكبرى. أن يقوم السيد السوداني بإنشاء مطار على غرار ما قام به. أنا راح أرجع للدكتور علاء وأسألك، هذه المشاريع الاستراتيجية ممكنة وقابلة للتنفيذ في ظل المنظومة السياسية الحالية؟ راح أرجع لك بهذا السؤال، لكن من جديد للأستاذ فلاح. أستاذ فلاح، يعني السيد السوداني والحكومة بشكل عام، أنت قبل قليل مثلا تحدثت عن جملة من النقاط واختتمت الحديث في قصة التعديل الوزاري، وأريد أتحدث في هذه النقطة. أنه السيد السوداني عندما يتحدث بشكل مستمر وخصوصا في تلك الفترة عن أن التعديل وزاري، سيكون هناك تقييم للوزارة، وكل المعلومات تقول أن هناك تعديل وزاري، عندما نتحدث عن تعديل وزاري لأكثر من 4 أو 5 وزارات، ألا يعني ذلك أو هو مؤشر واضح على وجود خلل في أداء الحكومة، وبالتالي لا يمكن أن نتحدث عن أن الحكومة قدمت الخدمة والمنجز، لأننا في ظرف أقل من سنة نتحدث عن ضرورة التعديل؟ شوف هو المفروض هسه تظهر إنجازات وتظهر كثير من الأمور لحكومة السيد السوداني، لأنه الآن راح يصير لها سنة. تمام. بعد لها شهرين ونص. تمام. وتمام. ويصير لها سنة، يعني ما يقارب الآن صار عندك 10 أشهر واي بالقياس. هو اليوم الواحد المفروض يصير أكو فرق. تعديل نحسب لي من بعد إقرار الموازنة.
الان الحكي بهذه الطريقه. بالعكس اصلا انا بالعكس مو مع هذا الموضوع، هم اجوا على قانون الامن الغذائي وموجوده عندهم مبالغ كبيره وكثيره جدا كثيره ما انزل الله بها من سلطان، ولذلك المحافظات لحد هذه اللحظه جاي تنطي مشاريع وجاي تشتغل بمشاريع مال الامن الغذائي، الامن الغذائي كبير جدا كبير الموازنه مالته اذا تذكروا. احنا وين الموضوع التعديل الوزاري؟ اكو وزراء ما يقدر يطلعهم رئيس الوزراء. يعني هو قائد الفريق؟ قائد الفريق هو يتحكم بالتشكيل. على عيني وعلى راسي، اليوم اللي تابع للجهه الفلانيه او لسين او لصاد يقدر يطلعه؟ اي يعني مثلا وزير الحزب الديمقراطي الكردستاني. انا اتمنى احنا ما نسميه. لا تحدث عن الاعداد وزير من وزراء أنا ما سميت القانون انت تريد تسمي سمي. انا اقول لك بعض الكتل ما راح تقبل ولا راح تسمح له انه يغير يشكو منها من يقبل واذا ما قبلت وان غير راح تصير له مشكله بمجلس النواب ما راح يمرر لا بالاقاله ولا بالتصويت فهذه هذه مشكله يعني هو ليش انا بالبدايه من ساعه قلت لك المفروض السيد السوداني اذا نريد من عنده نجاح 100% المفروض نقول له يا ابا انت شكل الحكومه وانت هاي بالدول المثاليه ولكن بالعراق هذا ما يصير لذلك اليوم احنا ما نريد من عنده نجاح 100% نريد من عنده نجاح 50% خلي ال 50% هاي الكتل والمحاصصه اللي موجوده المحاصصه هاي المقيته اللي ما انزل الله بها من سلطان بالعراق والباقي الريده هو يعني مثلا البارحه تحدثنا على موضوع معمل ادويه سامراء معمل ادويه سامراء كان بذاك الوقت شكل بالزمن النظام السابق واليوم اصبح شكل ثاني المفروض رئيس الوزراء الان يشكل لجنه ويتابع هذا المعمل تعال شنو الاخفاقات شنو المشكله شنو هذا الموضوع هسه انا ما اريد ادخل على هذا الموضوع موضوع الدواء موضوع الاستيراد موضوع هذه كلها المشاكل اكو من ما يريد هذا المعمل يشتغل اللي هم المستوردين للادويه ما يريدوا يشتغل هذا انا راح اتحدث مع حضرتك في هذه النقطه نقطه الاستثمار لكن اسمح لي وايضا انتم ساده الضيوف سريعا ننتقل الى فاصل ونعود للحوار في استوديو العاصمه أحييكم من جديد وأعود لحضرتك صفلاح كنت تتحدث في نقاط مهمة هي ترتبط أيضا بملف الفساد ضربت مثال في موضوع الاستثمار معمل أدوية سامراء يبقى السؤال هنا هو ما الذي ينتظره رئيس الوزراء حتى يتحرك باتجاه هذه الملفات عنده كامل الصلاحيات مو تدري رئيس الوزراء اليوم ما عنده يعني ما يعلم بكل ما موجود بالعراق وكل مفاصل لا اي مواطن عادي مثلا تحدث عن معمل ادويه يعني سامراء يعرف يعني المفروض هسه رئيس الوزراء عنده رصد اعلامي على كل القنوات اي موضوع تتحدث بقناه معينه اشكل لي لجنه واخلي لجنه تابعه وعلى ان اللجنه خلال 4 أو 5 ايام تنطيني توصيات وهذه التوصيات المفروض هم تصير لها متابعه من قبل رئيس الوزراء. انا اعتقد كان السيد المالكي ذاك الوقت كان عنده رصد اعلامي ويتابع القنوات ويتابع اي مشكله هو يبدي يشكل لها لجنه ويتابعها بشكل حديث وبشكل قوي. هاي انا المعلومات اللي عندي. كان يعمل بطريقه صحيحه المالكي؟ اكيد صحيحه. والان السوداني طريقه عمله غير صحيحه. لا مو في هذه النقطه في نقطه المتابعه. لا شوف انا قلت تحدث عن المتابعه. قلت يمكن المفروض يصير عنده رصد. زين اي هو بهذه النقطة المفروض يصير عنده رصد بس انا ما اعرف عنده رصد او ما عنده مو احنا ما نقدر نقول عنده او ما عنده اذا عنده شكل واذا ما عنده شكل ثاني والله ما معقول رئيس الوزراء اليوم ما عنده رصد اعلامي ابدا لابد انما اكو عنده جاي يرزدون له الاعلام وجاي يرزدون له القنوات ودائما من تتحدث عليه المفروض تصير له متابعه حقيقي هذا الكلام او غير حقيقي تمام جيد استاذ علاء عندك مداخله تريد تتحدث؟ لا اقول يعني هذا الرصد كله وسقطه الموصل اذا السيد المالكي كان عنده كل هذا الرصد وسقطه الموصل وهذا الوضع السيء اللي صار طيب اذا ماكو رصد شو نسوي والله ما اعرف
طيب انا راح ارجع لك استاذ علاء، صوتك الان مو واضح عندي. لا تفضل مندي. تفضل راح. فكره التعديل الوزاري اللي كان يتحدث به استاذ فلاح قبل قليل، انه ما ممكن لاي طرف سياسي ان يقتنع او ان يرضى في عمليه تغيير احد الاسماء التي وضعها في فريق السوداني الوزاري. مثلا اليوم قرر السيد السوداني ان يغير وزير الخارجيه، قرر يغير وزير الاسكان، او قرر يغير وزير التربيه، او اي وزير اخر تابع لكتله سياسيه قويه، ما راح ترضى، ما راح تقتنع. هنا شلون نطلب من الرجل ان يعمل وهو يعمل تحت ضغط؟ انا اشوف استاذ علي، هو قبل تشكيل الحكومه وبعد تقديم الاسماء خير او اعطي صلاحيه للسيد رئيس الوزراء باختيار اولا الشخصيه، ثانيا بتغيير الشخصيه بعد فتره عندما يكون اداءه سلبي وعدم تقديم ما مطلوب من عنده. وهذا ما تم الاتفاق عليه حتى ضمن نهج الحكومه اللي بينه وبين الكتل السياسيه. ولكن هنا شو نقول؟ هنا هسه انا خل اقول ابو الاسكان السيد بنقير ريكاني، نعم، ولا ابو الخارجيه اللي يخص الحزب الديمقراطي الكردستاني. انت اذا تجي تشوف عملهم اذا بي خلل، لا والله اذا كان كدعم من الحزب الديمقراطي الكردستاني، واخر زياره اللي كانت للسيد السوداني اخذ الدعم الكامل من الزعيم مسعود برزاني والحزب الديمقراطي. هذا نفس الحديث راح يتحدث فيه مثلا، ما يقدر يغير فؤاد حسين. لا ليش يقدر؟ ليش اقول لا شو كم مره يرجع ليش بيها تحدي؟ يعني لا غير ما اذا تسمح لي هسه جيب لي خلل، حد يقدر يغير، جيب لي خلل بعمل الخارجيه. اصلا الان اصبح العراق فد محوري، دوره محوري حتى بين الدول الاقليميه والدول العالم، بعمل وبشهاده ليس فقط انا احكي بها، بشهاده الكل انه الخارجيه الان تقوم بعملها باحسن وجه. حتى السيد بن بكير ما مقتنع للصف، لا ما وجهه نظر طبعا محترمه، على عينه وعلى راسه وزارة الخارجية. بدي اخذ زين، ليش هسه ليش ما يصير ذهاب الرئيس الوزراء الى واشنطن؟ هاي مسألة، شوف هاي تعود الوزارة. لا تعرفه كل زين، مال واشنطن تعرفه كل زين، وانا اعرفه. لا هو المفروض اكبر من وزارة الخارجية واكبر من كل اللي تتحدث به، تتحدث به اي كتلة سياسية. لا شوف، تحدث عن وزراء ناجحين. احسنت ابو الاسكان، جيب لي واحد هسه ما راضي على عمل السيد بن كيرك، جيب لي واحد من كتل السياسي كلها. يا هذا يقول لك تعطيه شنو؟ هو استطلاعات راي، هذا يشتغل ويشتغل. احسنت، هذا معلومات عليه جيده، منطيك بالضبط، منطيك اني منطيك الحريه. بس من تجي لي على شخص مثلا ما قدم شيء بهالفتره هاي وتخنق تقول له لا الا هذا، هو ما يصير. هذا اتفاق صار ويجب الاحترام الاتفاقات اللي تمت. والتغيير الوزاري انا حسب وجهه نظري الموجوده الان وحسب المعطيات اللي موجوده، تذكرت نقطه كلش مهمه، وهي انه بعد خلينا نقول بعد قرار الموازنه، وكان لازم قبل الموازنه تكون بعد اضبط مثل ما قال اخوي استاذ فلاح. بعد قرار الموازنه اكو في شهر راح يعطى بهذه الفتره حتى الى تغيير الوزراء والوكلاء. ما يقول لك الاداء ما مرتبط بملف الموازنه، عنده اموال، اكو اموال، بس اكو كان يعني ما يطلق عده، اكو بعض الوزارات اصلا ما هو ما يتصرف، هو خلل بيه ليس بالموازنه. فاذا هذه فتره حتى لا يقول لك بعد ما عندي اموال، موازنه مقرد وفلوس اكو واستقرار امني ووفره ماليه ودعم دولي، كل هذه الامور موجوده عندك، ليش ما تقدر تشتغلها؟ جيد، ممتاز. خلينا مع الدكتور علاء من جديد. يعني ما اعرف، انا كنت اريد اسالك عن فكره المشاريع الاستراتيجيه اللي تحدث عنها حضرتك، راح اسالك بهذه النقطه، لكن الان دار حديث عن فكره التعديل الوزاري، وهذا ايضا جزء من الضغط الذي يتعرض له السيد السوداني، على اعتبار انه من اشهر ليست بالقليله هو تحدث عن ان هناك تعديل وزاري، والى الان لا يوجد اي عنصر يعبر عن هذه الحاله او ملامح تتضح ان الرجل قاب قوسين ودنا من اجراء تعديل وزاري. هو هل يمتلك القدره، هل يمتلك الامكانيه على احداث تعديل او تغيير وزاري دون ان تقتنع الاطراف السياسيه المشموله بهذا التعديل؟ شوف يا سيدي، خلينا اول مره نعترف بقضيه مهمه ومعروفه للشعب العراقي، ان العمليه السياسيه لعبه ولها قواعد، ولا يمكن لأي طرف من الأطراف أن يخترق هذه القواعد. وبالتالي لا السيد السوداني ولا الآخرين ولا أي واحد يجي اليوم من يأتي بطريقة، بهذه الطريقة التي يأتي بها رئيس الوزراء أو
بقية المسؤولين عندما يأتون بطريقة التوافق من تحت الطاولة باتفاقات غير معروفة للناس وليست دستورية ولا لها علاقة بالدستور، لأنه الدستور هو المظلوم الأكبر ويعني حقيقة وموضوع على الرف. هذا الدستور وقت ما نحتاج نجره، ما نحتاج نخليه على الرف يصير عليه تراب. أولا السيد السوداني، لا السيد السوداني ولا غيره ولا أي واحد يقدر يغير بقواعد اللعبة السياسية، لأنه بنيت على خطأ، بنيت على المحاصصة وبنيت على دولة المكونات. وبالمناسبة دولة المكونات هي من أفشل الدول. يعني ما حصل في لبنان، ترى احنا الله ساترنا بالنفط يا جماعة، ما احنا دستورنا دستور مكونات، واحد ياكل الاخ، ما عندنا نفط، واحد ياكل الاخ. لا لن نظل احنا نسوي كذا ودستوريا وهذا اداء جيد وذاك اداء مو جيد. ليش هو يعني اداء الوزير اليوم اذا كان مو جيد، يعني هل قادر انه السيد السوداني يجي ويقول له وخر ويجيب واحد بداله من غير كتلة؟ وحتى لو يستبدله من نفس الكتلة، ما راح يستبدله من غير كتلة. وبالتالي قواعد اللعبة هي هذه، وليدخل باللعبة السياسية يجب حقيقة أن يؤمن بهذه القواعد وأن يطبق هذه القواعد، شاء من شاء وأبى من أبى. بهذه الطريقة ما نحتاج إحنا نقول والله فلان أداء جيد وفلان أداء مو جيد. ليش هو يعني الآن السيد مهدي في عندنا استطلاع للرأي حول أداء الوزراء والوزارات؟ ما عندنا هذا الشيء، صحيح. احنا ما عندنا هاي الشفافية في قضية اداء الموظفين الحكوميين. اذا هو احنا اساسا ما نعرف عدد الموظفين الحكوميين، فاحنا اليوم لما نتحدث اليوم بالممكن، هو هذا الموجود جي. احنا نقول هذا الموجود، يعني بالتأكيد لا الوزراء الشيعة ولا الوزراء السنة ولا الوزراء الكرد هم يؤدون بكفاءة عالية قادرين ان يعني حقيقة ان يمروا بالبلد الى بر الامان او يصلوا الى بر الامان. من وين لحد الان الخدمات هي نفس الخدمات. جيد، في موضوع الخدمات والمشاريع الاستراتيجية دكتور علاء، خليني اسالك، انت قبل قليل تحدثت عن انه ما يحصل من إكساء شوارع وخدمات بسيطة هي لا تعبر عن رؤية حقيقية، العمل يجب أن يكون بمشاريع استراتيجية كموضوع المطار وقضايا أخرى. لا تعبر عن رؤية حقيقية، شوف يعني إكساء الشارع ليس منجز، مو منجز بالمناسبة. يعني هو المنظومة السياسية الحالية دكتور علاء، هل فيها مقومات الانتقال لهذه المرحلة، مرحلة المشاريع الاستراتيجية؟ شوف خلينا يعني حقيقة يعني لربما احنا شوية احنا ظنينا ننقد الحكومة أكثر مما هذا. شوف حتى الآن احنا مقبلين على تحالفات، مقبلين على انتخابات لمجالس المحافظات، مو صحيح؟ نعم. هذه الانتخابات القادمة اللي هي شكلت فيها تحالفات، يعني أغلبها تحالفات نفعية ربما لا تصمد في ايام الانتخابات وما بعد الانتخابات. شوف هاي الصوره اليوم انا اعتقد الان بدت اكو ملامح جديده في المشهد العراقي، بدت ملامح جديده وهو انه ليس هناك اطراف ثلاثه فقط، لا لربما صارت طرف رابع جديد وهو من الاحزاب الناشئه، الاحزاب اللي هي جديده شكلت واعلنت عن نفسها وعدها تحالفات جديده. هذه الاحزاب لربما ستغير من خارطه التحالفات، ربما ستغير من خارطة الواقع السياسي والعملية السياسية. هذه طبعا أحزاب مدنية هي موجودة، يعني كحزب واثقون، حزب السيد المندلاوي، الآخرين، عرفت، التحالف السيد العيداني وإلى آخره من هذه التحالفات. شنو اللي يقدم هذه التحالفات؟ محلية محدودة دكتور علاء. لا 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 لا، هذه مو تحالفات محلية، هذه تحالفات حقيقة هي بارومتر للانتخابات العامة النيابية. من يحصل على لربما من يحصل على أكبر عدد من المقاعد أو لربما قادر على المنافسة حتى أو بعدد قليل فهو سيشكل رقم جديد. التجربة الأخيرة كانت مبينة. خليني أرجع شوية على سؤالك للمشاريع الاستراتيجية. ايه نعم. شوف إحنا اليوم يعني على سبيل المثال لما نريد نسوي مشاريع استراتيجية مو فقط نسوي المشروع ونعوفره. يعني الآن العراق يبكي على مثلا شبكة مواصلات ما موجودة عندنا، احنا عندنا شارع واحد وهذا خط سريع يوصل من الموصل إلى البصرة ومن الرطبة والسورية للبصرة، هذا ما يمر بكل مليل. لذلك الآن احنا نحتاج إلى شبكة، يعني يجب أن تأتي شركات عملاقة كبيرة دولية
تأتي ويعني تخطط لشبكة طرق. هذه الشبكة هي قادرة حقيقة هذه المنظومة قادرة على الانتقال لهذه المشاريع دكتور بإجابة مختصرة حتى انتقل للأستاذ فلاح. المنظومة السياسية الحالية الحاكمة قادرة أن تنتقل لهذه المرحلة مرحلة المشاريع الضخمة الاستراتيجية بشكل مختصر؟ والله أعتقد لا، أعتقد لا، لأنه أغلب الحكومات هي حكومات شو جي حكومات ما إلها يعني. أنت المهم لما المسؤول حقيقة يتبجح بافتتاح شارع اغسل ايدك حقيقة من المشاريع الاستراتيجية. لما يتبجح المشروع حقيقة المسؤول برصف رصيف معين بالمقرنص ويقول هذا منجز معين رفض، او بتخطيط شارع معين او بفتح مدرسة على سبيل المثال، وهي قضايا يعني هذه قضايا بلدية وقضايا وزارات، هذه مو قضايا حكومة. يعني السيد السوداني ما مطلوب من عنده انه يتحدث عن تبييض الشوارع، ولا مطلوب من عنده أن يتحدث عن افتتاح المدارس، ولا مطلوب من عنده أن يتحدث عن افتتاح المستشفيات. هذه قضايا تخص الوزارات. إحنا نحتاج من السيد السوداني ومن الحكومة العراقية بشكل عام من كل الوزارات، نحتاج إلى مشاريع كبرى قادرة على تنمية الإنسان العراقي، قادرة على أن ننتقل بالإنسان العراقي إلى مرحلة جديدة. دكتور علاء أنا أسمح لي بهذه النقاط. الدول اللي دائما أنا راح أعود لك لكن بهذه النقاط. اليوم العراق متخلف جدا عن هذه الدول. ممتاز دكتور علاء، أعود لك بهذه التفاصيل، لكن أستاذ فلاح تحدثنا عن قصة التقييم والتعديل الوزاري، استمعت إلى وجهة نظر الأستاذ مهدي وأيضا الدكتور علاء قبل قليل، لكن هنا يأتي السؤال، هو من يقيم الوزراء؟ رئيس الحكومة؟ من المفترض أن تكون هناك لجنة تقيم الأداء، أم من الضرورة أن يكون هناك عمل على تشكيل لجنة تأخذ دور إجراء استفتاء شعبي يقيم فيه عمل وأداء الوزراء مثلا كما تحدث قبل قليل دكتور علاء؟ شوف، هو موضوع إلى إحنا وصلنا لموضوع التقييم، سواء سويت استفتاء شعبي ولا سويت، أو المفروض هو الموضوع يرجع إلى رئيس الوزراء، ورئيس الوزراء يعرف المنظومة مالته، يعرف الوزراء مالته، لأنه الوزراء هم أدوات اللي جاي يشتغل ويقدم خدمة بيهم، اللي جاي يقدم خدمة بيهم الآن. فالمفروض رئيس الوزراء هو من يقيم. هسه تريد ترجع تسوي استفتاء؟ يعني خو بعد أفضل، هاي طريقة حضارية وجيدة، ومن الممكن أنه راح تنطيك فتشي بشكل مضبوط على عكس ما ينطيك إياه غير الشعب. ولكن رئيس الوزراء المفروض هو اللي يقيم أدواته ومن هو الصالح. شوف، يعني أكو بعض المدراء غيروا وتغييراتهم مو صحيحة. يعني أكو بعض المدراء العامين أنا عندي معلومات عليهم معلومات سلبية ومعلومات عليهم شبهات فساد. طبعا وهم يعني طلعوا كانوا بمناصب أقل من مدير عام، وطلع من المكان بشبهة ومشكلة، والآن هو صار مدير عام. هذه مشكلة. هاي وين ترجع؟ ترجع على حكومة السيد السوداني. أنا بالنسبة لي هاي أشرت نقطة أو حتى نفس مدير المطار اللي وبخ السيد السوداني، هو كان خيار السيد السوداني قبل شهر، إجا بدل يعني مدير المطار وخلى هذا الرجل يعني هو مدير المطار، واجا ورا شهر هو الرجل حسبه بهذه الطريقه. هو كان خياره، هو ما عنده عصا سحريه ورجال كبير بالسن. يعني حقيقه كان ذاك التوبيخ ابدا مو محله. ويعني انا اللي سمعت الانتقادات صارت عليه كبيره وكثيره جدا، لانه ما صار له شهر، وش يريد يسوي بهذا الشهر؟ هسه انتم طيب، انتم صار لكم حكومه لازمين 10 اشهر، المفروض يصير حكومة إنجاز. المفروض تحدث مع القوى الحاكمة. المفروض إنجاز. للأمانة خلي نحكي بالواقع. أكو تغيير بواقع الكهرباء، بس وين اصطدم؟ اصطدم بالذن الأيام أيام الحر بموضوع الغاز. كان المفروض بيهم يهيئون البديل للغاز. ما معقولة ظلينا تقريبا 10 أيام إلى 15 يوم بدون كهرباء. يعني كهرباء مثل الترافيك لايت، ويعني رديئة جدا، ولذلك صارت انتقادات، وصارت موجة مال انتقادات وموجة مال تظاهرات وإلى ما شاكل هذا. فموضوع الوزارات وموضوع التقييم أنا أشوف أنه ينعطى أما لمنظمة دولية ويكون عليه استفتاء، أو يقيم من قبل رئيس الوزراء، والمفروض اللي ما يعجب رئيس الوزراء أو حتى لا هو يجوز ناجح ورئيس الوزراء ما عاجبه، يعني ما متفاهم وياه بالعمل، المفروض هم يطلع.
ليش؟ لأنه يجب أنه المنظومة منظومة المجلس منظومة مجلس الوزراء المفروض يكون متفاهمين مع رئيس الوزراء ويكون عملهم منسق ومؤهل. ملامح العمل الصحيح والسليم وين تشوفه أكثر؟ في مكافحة الفساد، في تقديم الخدمات، في التغييرات الخاصة بالمواقع الإدارية، وين ترى تشوف السيد السوداني يشتغل بطريقة أفضل عن الحكومات السابقة؟ يعني موضوع الفساد أكو حركة، بس قلت لك لحد الآن ما وصلنا إلى مستوى الطموح. كل واحد الإنسان يطمح يطمح، وترى الطموح بسيط، أكو بعض الأحيان مو طموح عالي، بس هو المفروض الآن يوقف موجة الفساد. لحد هذه اللحظة موجة الفساد ما توقفت، ما أوقفها أقنن من عدها بشكل كبير جدا كبير. وهو ذاك اليوم تحدث في مجلس الوزراء قال أكو بعض الجهات أو أكو بعض الكذا. أنا ما أريد حديث، قال بس انتبه عليه، قال متربصين للموازنة، قال بس يردون الموازنة توصل في سبيل. لو سمحت تفضل سال على. يعني محاربة الفساد ليش دائما ناخذ بالقوة وكأنه احنا عندنا شرطة ونطلعهم يكون القبض على مو فاسدين. قوة لا، امور فنية. طيب بالعكس، اجيب شركة والله اتعاقد لي مع شركة من شركات العالم الكبرى ها مسواها العبادي، بس ما استمرت عند العبادي. العبادي مو انقطع. انت ليش ما تقدم بديل؟ ليش ما تحاول ان تقدم البديل؟ ليش ما تسوي مستشفيات على مستوى راقي وتقط خدمات حتى انت تقلل من فساد المستشفيات الاهليه؟ استاذ على مستوى جيد حتى توازي او تقلل من فساد المدارس الاهليه. ليش ما تسوي ثبت لي هذه الملاحظه؟ خليك معقوله تسمعني؟ معقوله حكومه دقيقه واحده معقوله سيد فالح حكومه لا اظلم وقت كله لك تسوي لوحات السيارات؟ صار لنا 20 سنه اغلب كثير من السيارات ما بيها لوحات، وقسم اربيل وقسم بغداد وقسم. تمام، ثبت لي هذه الملاحظه. خليني مع الاستاذ عاد على دفاتر الجوازات على ما ادري شنو. استاذ مهدي، بنفس النقطة اللي كنت اتحدث بها مع الاستاذ فلاح وايضا راح اختم بها مع الدكتور علاء، وين تشوف العمل افضل بالنسبة للحكومة الان من هذه الملفات الثلاث؟ استاذ علي حتى من وقتها من افوت بالموضوع. اولا بالنسبة للفساد، يعني اولا الحكومة ما صار لها سنة، هاي واحدة. اثنين، فساد مال 20 سنة حتى قبل 20 سنة ما ممكن تقضي عليه بضربة واحدة او بهالوقت هذا. تحجيمه ممكن العمل على تحجيمه، اللي يعمل على تحجيمه هاي شهادة لله واحد ويعرفه، حتى استاذ فلاح يعرف خطوات اللي يصير بيها. هذا واحد. اثنين، الخطوات اللي تريد جنابك تعرفها هسه تروح على المستشفيات. انا الصحة متابعة كلش حلوة، عمله في المستشفيات. لو تشوف هسه المستشفيات ان كان كندي ان كان شنو صار مدينة. لا اكو فرق للامانة، اكو فرق. وزير الصحة يشتغل، اكو فرق بالمستشفيات، كلش فرق. هذا واحد. اكو فرق بالدواء، اكو نقطه كلش مهمه. انت الحكومه هسه بدات المشاريع، ايش وقت تخلص هاي المشاريع؟ يلا تقدر هسه. انا اقول لك خل يعني كواقع حال هسه، انت من تطلع على القناه تشوف مجسرات فرق اللي تصير كمجسرات تفك الاختلافات كفق. وهذا طريقنا يوميا كفك الاختلافات. صار اربع اشهر بس الطريق البديل سووه، بعد ما نصفوا بعد سنه راح اشوف الفرق اللي دا يصير عندك، لانه يلا تكمل هذه المشاريع الموجوده. اضافه الى نقطه مهمه، طريق التنميه والمشروع الكبير هذا اذا حقق صحيحه، يعني تم تفعيله والعمل به، لا والله فرق الاقتصاد العراقي بشكل عام راح يصير عندك. ليس دفاعا ولكن اكو خطوات دي يخطيها. هل يا ترى بيوم؟ لا. بشهر؟ لا. يراد لها فتره، سنه سنتين، ممكن يبين مواد ميناء الفاو. هذا اذا هذا الانجاز الكبير اذا تم، ولو هم اكو 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 خطوات تصير انه سنه ال 24 يبدا العمل به. يعني هذا فد انجاز اخر ليس لحكومه السوداني ولكن للعراق راح يصير كاقتصاديا كموقعه، يغير عندك هواي امور. اذا اكو خطوات، مو اكو خطوات، ولكن اكو من لا يرغب اصلا. منو هذا؟ هو ياكو كتل أمانة الله حتى بالانتخابات الجاية. هاي الانتخابات الجاية صدق هو ما راح يشارك بالانتخابات، ليش يدفع عن السوداني ولكن ما راح يشارك بالانتخابات. اكو كتل سياسية لا ترغب بنجاح السوداني باعتبار سيكون. وين هذه الكتل استاذ مهدي؟ من داخل الإطار. وليش من داخل الإطار؟ ما طلعت من نظرية المؤامرة بس من داخل الإطار. لا من داخل الإطار. ليش من داخل؟ يعتبر زعيم اولا الكتل الاكبر، الاخ الاكبر هم اللي رشحوا، هو صاحب اللي ينجح قبل. ليش من المرشحه مو هم؟
بعدين انت وربك يا موسى وانا رشحته. ما اكو خطوات انا من اشوف اتضرر مصالح حكيناها استاذ اخوي الغالي من اتضرر لا والله وقف اتحدى اخلي 100 عرقله بعمله. اكو هناك قوة داخل الاطار ما تريد بالسودان يعني ينجح طبعا وافصم لك بالمئة لانه خطورته انه شلون اقول لك ينجح بعمله يكتسب شارع تحكيته من اكتسب شارع انتخابات الجايه حتى بالنيابيه انا اقول لك اياها اذا منا للنيابيه ثلاث خطوات او ثلاث اربع مشاريع حققها للشارع لا والله شوف الشارع شلون راح يتعاطف ويا السودان شو يصير عندنا مركز. انا بدقيقتين مع حضرتك دكتور علاء هذه النظريه نظريه اسقاط الرمزيه وال يا استاذ استاذ لا لا الوقت مقسم بعد لازم تطير الاوقات مثبته دكتور علاء حقق اخذته دائما طي وقت طي وقت هو خلاص استنفذ وقته بالاسئله اللي اتحدث بها مع حضرتك نظرية المؤامرة دائما ما يكون هناك حديث بهذه الطريقة أنه رئيس الوزراء هناك أطراف تسعى لإسقاطه وإفشال عمله. خذ مثلا قبل سنوات السيد المالكي كانت هناك أطراف من داخل دولة القانون وهي الآن تتحدث أن كتل سياسية شيعية عملت على إفشال مشروع قانون البنى التحتية من أجل إسقاط نموذج المالكي كل الكتل وكل الكتل خلص اسمع الآن كل الكتل بدون استثناء بالتالي هذا العمل موجود عند القوى الشيعية راح يتكرر مع السيد السوداني هذا طبيعي بالعمل السياسي بالعمل السياسي طبيعي أن يكون هناك تقاطعات وأكو يعني ما يريد يحقق للطرف الآخر منجز فيحب أنه يكون هذا طبيعي بالعمل السياسي لكن السؤال ليس لن نتحدث عن نظرية المؤامرة اللي هي ربما تكون موجودة ربما تكون من صنع الخيال لكن خلينا نتحدث عن ما يريد أن يقدم السيد السوداني مو معنى ما هي التحديات التي تواجه السيد السوداني هو بالتأكيد لما يجي إلى رئاسة الوزراء يدري أكو تحديات ويدري أكو ناس تحبه وأكو ناس تكرهه يا سيدي ترى شوف قضية الحب والكره أو 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 الدعم وغير الدعم هذا موجود في كل مكان ماكو واحد يتفقون اليوم ماكو عندنا اتفاق كامل على كل الأشياء لكن خلينا نكون واقعيين يعني السيد السوداني يجب أن يكون عنده هو قدم خطة عمل متكاملة من 64 نقطة هاي 64 نقطة في بداية الأمر ماذا تحقق منها لحد هذه اللحظة هذا يجب أن 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 أن, أن نشوفه ونتابعه ونمكن نقده أو نقول أنه هذا سوى شيء 64 نقطة لحد الآن أنا أعتقد ما تجاوزت 16 نقطة فقط اللي قدر يحققها شكرا جزيلا يعني أنا أشكرك ممكن يعني العلاقات الدولية العلاقات العربية العراقية كان ملف جيد أما بقية لا ما كان حقيقة شكرا جزيلا لحضرتك المستوى طموح الإنسان شكرا وأشكركم ضيوفي هنا في الاستوديو شكرا جزيلا لك الأستاذ مهدي عبد الكريم كل الشكر لحضرتك ودائما أحييكم أنتم سادة المشاهدين على طيب وكرم المتابعة إلى اللقاء